بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم لطلبة الصف الأول الثانوي. هنكمل مع بعض شرح التربية الوطنية. احنا كنا خلصنا الفصل الأولاني. الفصل الثاني اللي هو الجزء الثاني والأخير اللي علينا لحد امتحان نهاية الجزء الأول أو لحد نص السنة، هيبقى قدامنا فصل اللي هو الفصل الثاني. أنا قسمته على 3 دروس. هناخد في الدرس الأول الجزء الأول فيه وأنا هشرحه، هو هياخد بس مجهود شوية في الشرح لأنه هو هيبقى أطول، لأنه هيفهمك الجزء ككل، أو هو أهم حاجة في الفصل ده. هنتكلم عن في الفصل ده كله عن إيه هي المواطنة الصالحة. يعني المواطن الصالح بيبقى بيوصل لأنه يبقى صالح إزاي طبيعي، وإيه هي قيم وسلوكيات المواطن الصالح. زي ما أنت شايف كده عنوان الفصل المواطنة الصالحة قيم وسلوكيات. إذا أنت لازم يكون عندك كإنسان عشان تبقى إنسان صالح بعض القيم، زي قيمة الأخلاق، المساعدة، التعاون، الحرية، العدل، المساواة. القيم دي اللي أنت بتؤمن بيها، والسلوكيات تطبق هذه القيم عشان تبقى مواطن صالح. ده الفكرة الأساسية لهذا الفصل. نرجع نتكلم عن أول جزء فيه اللي هو معنى كلمة وطن. كلمة وطن يعني إنسان استوطن مكان. الوطن مقسوم لقسمين: بيئة مادية، يعني حيز جغرافي أو أرض أنت بتعيش فيها. زي مثلا أنت اتولدت في مصر، يبقى الحيز الجغرافي والمكان بتاعك البيئة المادية الملموسة اللي هي ايه؟ اللي هي مصر. طب ايه هي البيئة المعنوية؟ هي القيم والاخلاقيات والتقاليد والعادات واسلوب الافراد اللي بيبقى سلوك جماعي بيننا. يعني احنا مش ما بنطلعش من غير قيم واخلاقيات. انت ليك عادات وتقاليد، وانت من وانت بتتربى في اسرتك بتعرف ازاي تكلم الكبير، ازاي تاخد حقك في الحياه، ازاي تتعلم بطريقه جيده، ازاي تبقى مواطن صالح، تنتمي لبلدك وتنتمي للمكان اللي انت فيه، تدافع عنه ازاي، ازاي تبقى عندك قيم اخلاقيه، قيم دينية مع ربك، الصلاة والصوم والزكاة والحاجات دي كلها. يبقى دي كلها المعنوية الأخلاقية اللي انت بتعيش بيها، الجانب المعنوي الداخلي عندك العاطفي يعني، قدام الأرض اللي انت بتبقى متواجد فيها. يعني انا ببقى مولودة في مكان وانا عايشة في هذا المكان، بطبق الأخلاق والقيم والسلوكيات اللي أنا اتربيت عليها. تاني، يبقى وطن، الوطن عبارة عن مكان أنت بتقعد فيه، اتولدت فيه خلاص، لكن أنت لما بتيجي تقعد فيه وسلوكياتك فيه لازم بتتبع قيم وأخلاقيات اللي أنت تعلمتها في هذا الوطن. طيب فهمنا أول جزء أهو. طيب معنى المواطنة، المواطنة جاية من وطن، يعني أنا مواطنة في هذا الوطن في هذا المكان. يبقى المواطنة هي مشتقة من الوطن، وهي علاقة الفرد الأول بالجماعة اللي هو عايش معاها وبعدين بالدولة. لكن احنا هنتكلم على الحاجة العامة اللي هي علاقة الفرد ايه بالدولة. بيحددها ايه؟ بيحددها الدستور. بصوا يا جماعة، الدستور عبارة عن أفكار عامة. بمعنى كلمة دستور بيبقى فيه 6 أو 7 مبادئ أساسية. كل ما يحيا داخل هذا الوطن من حقه أن يتعلم، من حقه أن يكون عايش بحرية ما لم يرتكب شيء غلط، من حقه العلاج السليم، من حقه المسكن السليم، البيئة السليمة، إن محدش يهين كرامته، إنه دي عبارة عن الأفكار الرئيسية لكلمة دستور. والبلد دي الخطوط العرض بتاعتها ايه وخطوط الطول بتاعتها ايه، بتمتد من الشرق ومن الغرب والشمال والجنوب، وتحدد حدود الحيز المادي للوطن.
طيب امال ايه اللي بيمشي الحياة بقى؟ اللي بيمشي الحياة القوانين. يعني انا عايزة الانسان يبقى عنده اخلاقيات او عنده قيم او يبقى عنده حرية، يبقى لازم اعمل قوانين تخليه امتى ياخد عقابه لو اخطأ داخل هذا الوطن، امتى يبقى هو انسان شريف وكويس والوطن او اهل هذا الوطن يتشرفوا بيه. يبقى الدستور عبارة عن افكار اساسية بتخرج منها قوانين. طيب يبقى علاقة الفرد بالدولة بيحددها الدستور وينظمها القانون. يبقى الدستور انك انت مكانك طالما اتولدت في هذا المكان يبقى هتعيش فيه بحرية واوا. طيب ايه بقى اللي يضمنني ان انا اعيش بحرية؟ ان يبقى فيه قوانين، قوانين ملكية، قوانين عمل، قوانين معاشات، قوانين لعلاجك، قوانين للأمان بالنسبة لك، حتى قانون المرور نفسه بيمشي حياتك. لو ما فيش قانون مرور في الشارع انت مش هتعرف تمشي بطريقة سليمة، انت هتلاقي العربيات واقفة على الرصيف والرصيف والناس نازلة تحت، يعني مش هتحس بأمان. فهمتم؟ يبقى القوانين هي اللي بتنظم الأساسيات بتاعت الدستور من خلال وينظمها القانون من خلال القانون بيعمل ايه؟ واجباتك ايه؟ وحقوقك ايه؟ واجباتك انت المفروض تعملها وحقوقك تاخدها من الدولة. عشان كده انت حقوقك هي واجبات الدولة. تاني؟ يبقى وبيحددها بقى، يبقى بيحدد حياتك داخل الوطن الدستور والقانون. وايه الواجبات اللي ليك؟ والقانون بينظم ايه الواجبات اللي ليك وايه الحقوق اللي ايه اللي المفروض انك انت تاخدها. الواجبات اللي عليك والحقوق اللي المفروض ان انت تقوم ايه واللي تاخدها من الدولة. بغض النظر بقى، يبقى كلمة المواطنة من حقك الواجبات انك تقوم بواجبات معينة، ومن حقك ليك حقوق كتير بغض النظر عن اللون او العرق او الدين، فالكل متساوي امام القانون. اذا المواطنة ليست مجرد ارض فقط، لكن هو عقد عارف زي ما تيجي تقول ايه، انا هكتب عقد شقة، تعالى يا استاذ انا هديك 20,000 جنيه وتديني ايجار الشقة دي. طيب المواطنة الدستور بيقولك انت من حقك والقانون بيقولك من حقك. طيب بس القانون قالك ايه؟ هات عقد بينك وبينه علشان توثق الكلام ده، ما يرجعش هو في كلامه وانت كمان ما ترجعش في كلامك. يبقى المواطنة مش مجرد ارض، لكن زي العقد اللي بين الانسان وبين الوطن اللي هو عايش فيه. وكلما كان العقد عادل، يعني العقد متساوي، الانسان بياخد حقوقه وبيبقى الواجبات اللي عليه مش كتير او فعلا يقدر يقوم بيها، اذا ده بيبقى نوع من انواع العدل. ما جيش اقولك مثلا انت عليك ضرائب 20,000 جنيه وانت بتقبض 1,000 جنيه، لا ده يبقى مش عادل. يبقى هنا كلما كان الانسان يحيا في وطنه عن طريق عقد عادل، يعني في حرية، في عقد، في 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 بياخد كل متطلباته، الوطن فعلا محقق له الأمان. وطبعا مش الوطن يعني الأرض والزرع، لا الوطن اللي هم الناس اللي بتبقى مسؤولة في الدولة في هذا الوطن، وبيبقوا هم منك برضك، هم مش شعب، يعني ما فيش اختلاف يعني. اذا فالمواطنة ثقافة الانسان اللي هي عادات والتقاليد في علم الاجتماع يعني، وقيم اللي هي العدل والاخلاق والفضائل، وقوانين بتجعلنا متماسكين، يعني احنا بنعيش مع بعض داخل المجتمع متماسكين مع بعض، كل واحد فينا بيحتاج الاخر، ولكن في نفس الوقت هو ليه حريته الشخصية الداخل الفردية. يبقى احنا بنبقى داخل المجتمع متماسكين ومتمسكين بالوطن. كل ما يكون الشعب يد واحدة في علاقات بينهم وبين بعض جيدة، بيحكمهم قانون في عدل، هتلاقي الناس دي بتحب الارض دي بجد.
يبقى متماسكين ومتمسكين بالوطن ونبني الدولة لنتصدى لأي خطر. مفيش دولة خاربة تقدر تتصدى لأي حد، لا أنا لو دولتي خاربة أي حد ممكن يجي يحتلني. وده اقرأ أنت طبعا واخدين في التاريخ آلاف مؤلفة من الايه المشكلات اللي كده. أي دولة بتبقى ضعيفة لحظة الضعف بتلاقي الاحتلال جالها، أول ما تقوى وتشد حيلها تقدر تطرد أي احتلال. طيب الجزء الثالث تاريخ المواطنة، يعني إيه؟ المواطنة جت أول ما الإنسان ابتدى يعيش ويتكاثر ويكبر في مجتمع، حس إن هو لازم يبقى فيه قوانين أو فيه أعراف بينهم وبين بعض، عادات وتقاليد تخلي كل واحد بيعيش في أمان في نفس المكان وبياخد حقه من الآخرين أو من الدولة. فهنا بيقولك منذ أن وجدت المواطنة في التجمعات البشرية، يعني المواطنة وجدت عندما وجدت التجمعات البشرية، لما الناس كترت حبوا ان هم يهتموا بالبلد المكان اللي هم عايشين فيه ويهتموا بالعلاقات اللي بينهم وبين بعض. فقد جاءت فيه حتى الأديان، الأديان حضت وأجبرت الناس على ان يبقى فيه حاجة اسمها مواطنة. طيب في اليونانيين جه مفهوم المواطنة في كتاب الجمهورية الأفلاطون. أفلاطون طبعا هو فيلسوف وانتو درستوه السنة دي، كان ليه كتاب جميل قوي اسمه الجمهورية. هو كان بيتخيل الإنسان الصالح داخل الوطن المفروض يعمل ايه، والمفروض ان يدي للدولة او للمجتمع اللي هو عايش فيه ايه القيم اللي تخليه انه يبقى امين. زي مثلا اكون صادق مع جاري، اكون صادق مع اولادي، اعلم ابنائي عدم استخدام السباب، اعلم ابنائي الرياضة، اعلم ابنائي العلم، اخليهم يقروا تاريخ. يعني دي كلها قيم واخلاقياتها كانت موجودة في كتاب الجمهورية الافلاطون. ازاي في سياسة بينك وبين الدولة تتحكم ازاي سياسيا، بحيث ان الوطن اللي انت عايش فيه يكون جمهورية جميلة فيها احنا حتى بنقول الحاجة الافلاطونية، يعني الحاجة اللي هي احلى حاجة في الدنيا، يعني احلى من الخيال. يعني علاقتك انت مع مامتك، انت مع باباك، يعني اللي هي بالظبط زي ما تقول السمو فيها جدا، يعني اعلى حاجة، اعلى اخلاقيات فيها. فهو كان حلمه ازاي يبقى المواطن عايش داخل الدولة بالاخلاقيات العالية دي، هو كان متخيلها وكتبها في كتابه. طيب هنيجي لسيدنا المسيح عليه السلام. بتعليم المسيح علم أبنائه معنى إن المسيح كان عليه السلام كان تعليمه الرحمة، تحمل الأذى، العدل والمساواة. دي من تعليم المسيح عليه السلام. أما بقى لما جينا عند الإسلام، سيدنا محمد عليه السلام لما نقل لما هجر من مكة للمدينة، أهل المدينة مش كلهم هيتدينوا بالإسلام، فهو عمل وثيقة حقوقية مسميينها وثيقة المواطنة، أو كتبها كده على حائط في جدار في المدينة. قال إيه؟ إن مفيش حاجة اسمها إنسان أحسن من إنسان، لا في اللون ولا في العرق ولا في المال. كلنا هنتعامل مع بعض كأننا كأخوة. لو أنت عايز تخش الدين الإسلامي ادخله، لو مش عايز محدش هيجبرك على حاجة. أنت آمن طالما أنت ما بتأذيش حد. يعني تعليم سيدنا محمد كانت اللي نظم بيها الحياة داخل المدينة لما هاجر ليها، خلت الناس كمان تدخل الإسلام أكتر. نظمت إيه بقى؟ نظمت العلاقة بين الأفراد ولم تفرق بينهم بسبب الدين أو اللون أو العرق. أنت مش عايز تخش هذا الدين براحتك،
فكان هذا هو المعنى الحقيقي لمفهوم المواطنة المسؤولة. لما تكون إنسان مسؤول يبقى أنت بتدي اللي عليك لبلدك، أنت بتتعامل مع والدتك، بتتعامل مع والدك، بتتعامل مع أصدقائك، بتتعامل مع بلاش المواصلات، وانت ماشي راكب المواصلات بتتعامل في المواصلات بطريقة نظيفة وجيدة، انت كده بتتعامل مع الدولة بطريقة جيدة. انما مش هتخرب الحاجة وتحرق حاجة وتقول انا مواطن صالح، لا. يبقى وبعدين ونصت على احترام وحقوق وحريات كل من سكن في المدينة مسلم او غير مسلم، فقط ألزمته بأنه واجبات اللي هي الايه زي ضريبة او خراج بيكتبوه بيحطوه للايه للمعيشة بطريقة سليمة، لا اكتر ولا اقل. طيب هل تبنى الدستور المصري، هل في الدستور المصري فكرة المواطنة؟ اكيد اكيد واكيد واكيد. ليه؟ مصر أول ما استقلت يعني تقريبا هو الاستقلال كان تقريبا 1952 لما تولى محمد نجيب وبعدين بعديه جمال عبد الناصر، اتعمل دستور قوي، مع ان كان في دستور قبل كده بس اتحط دستور تاني، تبنى الدستور المصري الجديد مبدأ المواطنة كمقوم أساسي. يعني ايه مقوم أساسي؟ يعني عمود زي بالظبط العمدان اللي انت بتحط عليها بيتك، العمود ده هو اللي بيشيل البيت، يبقى مقوم أساسي يعني عمود لترسيخ يعني لثبات العلاقة بين المواطن والدولة. خلاص أشارت أحد مواد الدستور على أن يقوم هذا النظام السياسي على مبدأ الديمقراطية. الديمقراطية يعني الشعب بيحكم بنفسه، بيختار بعض الأفراد اللي هم يحكموا يتكلموا بداله. أنا لو انتخبت اخترت واحد من النواب من الناس اللي متقدمه النواب مجلس الشعب، يبقى بالتالي هذا الانسان هيتكلم بلساني في مجلس الشعب. احنا تقريبا 666 او 667 واحد في مجلس الشعب، دول بيلموا كل الدوله، كل افراد الدوله بيلموه. فطبعا لما هم بقى قوتهم انهم بياخدوا لك القوانين، بيعدلوا لك الحياة، بيبسطوها لك أكتر، الشيء اللي عندك صعب هم اللي المفروض بيسنوا قوانين بالنيابة عنك عشان تمشي الحياة أو تيسر الحياة عليك وتخليك إنسان مواطن جيد تاخد حقوقك تماما. طبعا لو أنت خرجت عن النظام شيء طبيعي لازم تعاقب، في حاجات بتتعاقب بيها بالحبس، في حاجات بتتعاقب بيها بالغرامة، في حاجات بتتعاقب بيها بالإعدام. يعني لما تخرج عن النظام فإنك تعتدي على حد وتقتله وهو إنسان مسالم، لا أنت كده بتوصل جزائك للإعدام وهكذا يعني. والمواطنة التي تساوي بين الجميع في الحقوق والواجبات. طيب أبعاد الهوية المصرية، يعني ايه ابعاد الهويه؟ انا لما اجي اقول لك انت هويتك ايه تقول لي انا بابايا اسمه كذا ومامتي اسمها كذا، اقول لك طيب ده في حدود الاسره، طيب حلو. طب وخلانك؟ تقوم تقول لي ايه؟ البعد بقى بتاع اهلي من عيله بابا كذا وكذا وكذا، من عيله ماما كذا وكذا وكذا. طيب وايه تاني؟ طيب تعليمي انا بتعلم من كذا وكذا، ده بعد. يعني قصدي زي ما تقول كده انا متداخل مع كل ده. طيب انت بتلعب مثلا بتمارس رياضة؟ انا مشترك في نادي كذا وبمارس الرياضة، ده بعد رياضي. طب الثقافة عندك؟ بعد الثقافي، يعني انا كبني ادم دي هويتي، كل دول هويتي. يعني انا مشترك مع اصحابي في كذا وانا بعمل كذا وانا بعمل كذا، وانا عمي كذا وانا خالي كذا وانا جدي كذا، دي اسمها ابعاد. طيب بالنسبة للدولة بقى ابعادها ايه؟ علاقتها بالمحيط اللي فيها. عشان كده احنا بنقول المواطنة سلوك حضاري وعلاقة بين المواطن والدولة مرتبط بمعاني عظيمة زي الحرية والمساواة والعدل والحق، دي الحاجات اللي احنا بنطبقها. لكن كمان انا كبلد ليا ابعاد
ابعاد يعني اتجاهي، اتجاه مع كذا، اتجاه مع كذا، اتجاه مع كذا. انا مش عايش في العالم لوحدي، انا عايش مع دول اخرى. تاني يعني لو في حرب في بلد قريب، ليبيا مثلا، والحرب دي نووية، مش هتأثر عليا كبلد مصري؟ طبعا شيء طبيعي، هتأثر عليا في البيئة، وهتأثر على العالم كله في البيئة. عشان كده ده اسمه بعد اجتماعي، بعد اجتماعي خارجي. هنيجي بقى هنا نتكلم أبعاد الهوية المصرية. يعني أنا لو قلت البلد المصري بالناس اللي فيها، يعني الوطن المصري، بلد وأشخاص وسلوكيات هذه الأشخاص. إيه هو البعد الاجتماعي المجتمعي الوطني؟ هو الانتماء للوطن. يعني أول بعد اجتماعي أو أول ذراع في حياتي هو الانتماء للوطن والمحافظة عليه والمساهمة في حل مشاكله والتمسك بهويته وتقاليده والعيش بسلام مع كافة الاختلافات داخله، ليكون الإنسان هنا كويس. يبقى أنا البعد الوطني عندي هو علاقتي بأفراد المجتمع الداخلي. أنا البلد عندنا كويسة ولا الأفراد كويسين ومتمسكين بنفسهم ولا لأ، بيبنوا بلدهم بطريقة كويسة، بيحلوا مشاكلهم بطريقة كويسة، وهو عاداتهم وتقاليدهم حلوة، بيعيشوا بأمان مع بعض ولا لأ. ده اسمه البعد الوطني. طب إيه هو البعد العربي؟ لأ، إن أنا أكون كمان واعي بإني لازم أتكاتف مع البعد العربي. يعني عند حضرتك السعودية والكويت والأردن ولبنان وسوريا كل ده اسمه بعد عربي. يعني إيه بعد عربي؟ يعني علاقتي بهؤلاء علاقة لغوية وعلاقة تاريخية وعلاقة دينية وعلاقة وعلاقة بيننا وبين بعض كتير، وأي ضرر لأي واحد أي بلد من دول أنا بتأثر. فيجب إن الإنسان المصري يكون عنده وعي بالبعد مع الإخوة العرب، يبقى عندي عارفة اللي الوعي بالهوية والارتباط بيهم والتكاتف لمواجهة أي مشكلة بتهددهم أو بتهددني. أنا لو حصل لي حاجة هم هيقفوا معايا، وهم لو حصل لهم حاجة هم يقفوا معايا. يبقى أنا لما أكون واعي بمشاكل المصري، بمشاكل بلدي ومشاكل الدول البعد العربي، دي هتخليني أبقى بتصرف بطريقة جيدة. هديك مثال، في بلاد ممكن تقولك احنا عايزين نبعد مصر عن البعد العربي، يعني مش عايزين حد من الأشقاء العرب يكونوا بيحبوا المصريين. معرفوش ليه؟ لأن انت بتبقى واعي ان في حد بيقع بينك وبين السعودية، بينك وبين الكويت، بينك وبين الإمارات، بينك وبين اليمن، وهكذا. انت بتبقى مرتبط بيهم مهما حصل، دول بردك أشقاء، دول بردك أشقاء. طيب البعد الأفريقي، هو مصر مش منتمية لأفريقيا؟ يبقى مهم جدا أني أقوي علاقتي وأبقى عارف مشاكلي أو أعرض مشاكلي للآخرين، وهم بيساعدوني وأنا كمان أساعدهم. لو السودان فيها مشكلة هتأثر علينا، لو ليبيا فيها مشكلة هتأثر علينا، لو تشاد هيبقى متأثر علينا، الصومال، موريتانيا، كل دول أفريقيا أنا بنتمي لهم، لأن جزء مصر جزء من أفريقيا ممتدة من الأصول. طب أنا ممتدة مع الدول الأفريقية دول 11 دولة عشان نهر النيل بس. طيب ما أنا ممكن أمتد معاهم بقى في الثقافة وفي التجارة، ويبقى بعد قوي وما يبقاش القارة ممزقة، لا متماسكة. طيب في بعد عالمي، مصر مرتبطة بأوروبا، مرتبطة باستراليا، مرتبطة بأمريكا، كلنا يعني مصر. انت بتبقى فاهم، يعني انا لما اقعد اشوف مشاكل الدول الاخرى، طب ده معناه ايه؟ عندهم كورونا وعندهم الله، طب ما هي ممكن تجي لي انا كمان. يعني البعد ده بعد، يعني انا اكون فاهم القضايا بتاعة الدول الاخرى، لانها انا عايش معاهم في نفس الكوكب، طبيعي.
مش كده؟ يعني انا لما اعرف ان في مشاكل في ايطاليا وعملت كذا وعملت كذا، يبقى انا الدولار هيحصل له كذا او اليورو هيحصل له كذا، هيأثر عندي في الاقتصاد. يعني مجرد ان انا يبقى عندي وعي وفهم لبعدي العالمي دي حاجة مهمة، وان انا ابقى عندي صلة وفهم للدول الاوروبية ده شيء عظيم جدا. ليه؟ ما حدش هقدر اتعامل معاهم بطريقة جيدة، هبقى فاهم قضاياهم واقدر يعني التمس لهم اعذار كتير، وهم كمان يلتمسوا لي اعذار كتير. آخر البعد اللي هو البعد الديني، وهو الحرص على هويتنا الدينية والحضارية باعتبارها مكون أساسي. شيء طبيعي أي بني آدم بياخد تعاليم الأخلاق وكلها من الديانة اللي هو بيتدين بيها. عشان كده مصر ليها بعد داخلي اللي هو المجتمعي، ليها بعد مع العرب، ليها بعد في أفريقيا المكان اللي عايشة فيه، وليها بعد مع العالم كله اللي هي عايشة فيه معاه ككل. وبعدين في الآخر في بعد ديني داخلي. احنا كده خلصنا الدرس الأولاني، معلش هو طويل شوية لكن هو أكبر جزء موجود، وهنكمل إن شاء الله على الفصل الثاني. الفصل الثاني الجزء الدرس الثاني منه إن شاء الله هننزله على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.